لم تأتي رواية صحيحة واحدة عن الأئمة عندهم بكسر ضلع الزهراء. ما فيش واحد إمام برواية صحيحة تكلم عن الكسر. رواية كسر الضلع إنما موجودة في كتاب واحد وهو كتاب سليم بن قيس. جاء عند الشيعة براو واحد من كتب هذا الكتاب، علماء الشيعة قالوا بأن هذا الرجل ضعيف، كما قال أبي عبد الله عليه السلام في الكافي: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلي كيف يزوج ابنته لمن لا يرضاه دينا وخلقه؟ الشريف المرتضى في رسائله يقول أن من جحد زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم إما أن يكون جاهل أو معاند. جاء في كتاب قاموس الرجال قال: فأخبارنا به متواترة في تزويجها وعدتها. العلامة البهبودي في صحيح الكافي قال: إن علي عليه السلام لما مات عمر بن الخطاب أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. السيد محمد الحسين الحسيني في كتاب معرفة الإمام قال: إن زواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم أخبار وأحداث تاريخية مسلم بها.